أهلا بيكم وكل سنة وأنتم طيبين. أنا اسمي عمر سمرة، رئيس مجلس الإدارة وأحد مؤسسي مؤسسة مروة فايد تويران للأطفال. الكريسماس ده إحنا مبسوطين جدا إن إحنا هنشتغل وهنشارك مؤسسة راحة بالي اللي هي أكبر سبورت نتورك للأمهات في مصر، إن إحنا نجمع أكبر عدد من اللعب ونديها للأطفال اللي فعلا محتاجينها في مصر. اللعب دي هتكون مستعملة، ممكن تكون قاعدة في دواليبكم ما بتعملش أي حاجة، أو عاوزين تشتروا لعب جديدة ممكن تجيبوا لنا اللعب دي كلها لأي فرع من فروع كيدلز، سواء في داون تاون القطامية هايتس أو أركان في الشيخ زايد، أي وقت من 10 الصبح ل 10 بالليل بدءا من النهاردة لحد 23 ديسمبر. اللعب دي احنا هننضفها وهنلفها من جديد وهنعيد توزيعها للأطفال اللي فعلا محتاجينها في مصر، أطفال في دور أيتام، مستشفيات أطفال، وكمان أطفال اللاجئين. شكرا جدا لمساعدتكم لينا، ويا ريت تنشروا الفيديو ده والمبادرة دي لأكبر عدد من الناس. وشكرا جدا تاني وكل سنة وانتم طيبين.